شباب انا قبل ما امشي سعد عبد العزيز صدق بكره ايش دخل هذه شباب سرور سعد والله صدق بمشي دقيقه بس بكره ان شاء الله بنسوي كذا ساعتين ثلاث ساعات بدون مجاملات كذا نبي نعيش بدون مجامله مالك خلق شيء قل مالي خلق اسلم عليك وانت مالك خلق كذا يعني تسولف ولا شيء مع السلامه نبدا من بكره ولا من اليوم نبدا من بكره عرفتوا اليوم يعني ما نبدا لا اليوم ما نبدا لان انت على جامي لا صدق يعني. لا والله صدق ترى جالس تسولف صدق بكره بنصلحها ثلاث ساعات اوكي شنو ثلاث ساعات ولا ساعتين عشان اكون صريح معك ثلاث ساعات ايش رايك نبدا من الحين سالفتك بيض خلاص والله ما طلبت تقييمك الموضوع اللي ما طلبت تقييمك على السالفه صدق ترى جلسه معك ما تنطاق على فكره هل تعتقد يا فواز عشان كذا انا بمشي هل تعتقد يا فواز عبد العزيز مالك شغل في الموضوع قاطفنك عندنا انا جالس اكلم فواز ما كلمتك هل تعتقد الله عليك ميزي كذا برافو ايش يقول ما سمعت هل تعتقد يا فواز ان احنا يعني من اول برنامج راح نجامل بعض لا ابي طيب. ايش بيوم كذا ثلاث طيب ساعات ما ماني اجامل طيب حنا بعد ما نجامل ايش فيها اذا قلت ثلاث ساعات بدون مجاملات ابي اشوف طيب اوكي يلا بمن الله انا ودي ابدا من الحين فواز والله اني خلاص والله اني احبك يا فواز ما ابغى اجاملك يا فواز واقول اجلس ترى بنطفش من وين وانا ماني مجامل بمشي الله يستر على خلق شو اسمه او لا صح بعد فواز تعال بعدين وشو اقدر ما بقول لك بعدين تعال